السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ رشيد. ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارتاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في لا كونتابيليتي، غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لو بيلون، لا ديفينيسيون دو بيلون اي كومون كونستخويغ لو بيلون ديالي. لو بيلون سي ان دوكيمون دو سانتيز اللي كيعطيني لا سيتياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز ان دات دوني، يعني علاش كتوفر هاد لونتربريز فواحد لا دات دوني. سي بون، ديما كتكون عندي لا دات ديال لو بيلون، بيلون نهار فلان فلاني. سي بون، و كيكون عندي دو كلاس في لو بيلون، باسيف في الجهة اليمنية دو بيلون، سي بون، ou l'actif في الجهة اليسرية دو بيلون. سي بون، شنو هو الباسيف شنو هو الاكتيف؟ ou la ressource في الجهة اليمنية مع الباسيف، ou l'emploi في الجهة اليسرية مع الاكتيف. سي بون، شنو هما لي ressources و شنو هما لي emplois؟ بحال بحال، راه ressource باسيف ولا emploi اكتيف. غير الا درت لاكتيف خصني ندير الباسيف، الا درت لومبلوا خصني ندير الغوسورس. سي بون، ما نديرش لاكتيف اي غوسورس. سي بون، هكا مزيان. فين شنو هو الفرق ما بين الباسيف اي لاكتيف؟ هنا لي غوسورس دو فيان لارجون. سي بون، منين كيجيونا الفلوس؟ فين كيمشيو؟ لاكتيف. سي بون، لي زومبلوا. سي بون، منين كيمشيو؟ دو فيان لارجون Où va l'argent? C'est bon? Bien. Et le bilan qui est couvert de les classes. La classe Lula, c'est le financement permanent. C'est bon? Qui est le haut de bilan, le passif. Le haut de bilan, l'actif, la classe 2. Aqlu عليها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة. C'est bon? Bien. واحد si le financement permanent, c'est bon. La classe 2, c'est l'actif immobilisé, c'est bon. Tabara, l'actif immobilisé. Et là, je ne vois pas comment bien. Had le fouk ou had le taht. Had le fouk ou huwa supérieur à une année. C'est bon. Dima, le mito, yani, le financement, le supérieur à une année. Et là, wahed. La dette à court terme, li huwa le fournisseur. Qui tsalni wahed le fournisseur, ghadi ndiru fil passif. C'est bon? Fil passif circulant. Qui tsalni, katsalni la banque à court, à long terme, yani le financement permanent. Emprunt bancaire. C'est bon? Ghadi njiw les emplois. Fin, ghadi tsamlu hado. Kan tsalu le client. C'est bon? Kan tsalu le client, yani actif. circulant ou la marchandise, stock de marchandise, dit ma capital circule, c'est bon, yani l'actif circulant, c'est bon, l'actif immobilisé, les constructions, chi haja, ktar men am, les constructions, les immobilisations, c'est bon, chi haja supérieur à une année, ou l'investissement supérieur à une année, c'est bon, mais men bête. La classe 3, l'actif circulant, qui m'a dit, le stock de marchandises, de matières premières, c'est bon. La classe 4, le passif circulant, il y a ni les dettes fournisseurs, qu'est-ce que l'État, c'est bon, qu'est-ce que le fournisseur. Le fournisseur, le moumouil, c'est bon, le qui a atteint cela, le qui fournit cela, c'est bon. كتجي الكلاس 5 لا تريزوري اكتيف اي لا تريزوري باسيف. شنو هو الفرق ما بين لا تريزوري اكتيف؟ يعني عندي سيولا في لا بنك ديالي، سي بون، هنا عندي خصائص في لا بنك ديالي، كريدي ديسكونت يعني خصائص يعني اموان في لا بنك ديالي، يعني لا بنك راه مسلفاني، هنا حط فلوسي في لا بنك، سي بون، وكاين لا كاس. وكذلك عاوتاني لو كلاسمون، غادي نشوفو دي زيكزامبل سور لو بيلون مزيان باش نفهموه مزيان. كاين واحد عاوتاني واحد البرانسيب في لا كونتابيليتي، لي كاليتي ديال هاد لي دو كونت لي هما لاكتيف اي لو باسيف.
شنو هو البرانسيب عندي في لو بيلون؟ خصني نخرج لو توتال لاكتيف ايتيغال لو توتال باسيف او لو توتال دومبلوا ايتيغال لو توتال دو ريسورس. سي بون، هذه هي لا ستركتور ديال لو بيلون. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا ان شاء الله، ونديروا دي زيكزامبل اي دي زيكزيرسيس سور لو بيلون وكامل شنو كيدور في لا كونتابيليتي ديال الاس ان. شكرا.